الإخلاص أهميته، سبل تحصيله، ما أثاره في حياة العبد، ما نتائجه في الآخرة، يقابله تماما الرياء، خطره، الأدلة التي حذرت منه، مسالكه التي يمكن أن يقع فيها الإنسان. من لطيف ما ذكر أهل العلم كما صنع الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين، وتجده أيضا عند ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين، لما تكلموا عن مسالك الرياء الخفية في حياة أهل العلم، مبحث والله يستحق القراءة، ويستحق من طالب العلم أن يعتني به وأن ينظر فيه وأن يقرأ فيه. تكلموا عن أوصاف خفية يقع فيها أهل العلم هي الرياء فيما يظنون أنهم في تمام الإخلاص، وذكروا لذلك أمثلة عجيبة. طبعا مختصر منهاج القاصدين هو مختصر إحياء علوم الدين، الكلام الموجود فيه مأخوذ عنه. الغزالي رحمه الله ذكر أن بعض أهل العلم ربما وقع في الرياء من حيث تظن أنه قمة الإخلاص، وربما يقع المرء في الرياء حيث تظن أنه التواضع والخمول وعدم الرغبة في الظهور، وإذا هو صريح الرياء. يقول عندما يقع في قلوب بعض أهل العلم أن البعد عن الشهرة وأن محاولة إظهار التواضع أمام الناس، وهو يريد بذلك محمدة الناس، أن يقولوا عنه متواضع، أن يقولوا عنه إنه رجل لا يريد الظهور ولا يحب الشهرة ولا يريد الأضواء ولا يريد ولا يريد، هو في النهاية وقع في الرياء، فصار حتى عمله الذي ترك فيه شيئا كثيرا من الدنيا ما أراد به الظهور ولا أراد به العلو، هو أراد الخمول وأراد عدم الشهرة، لكنه وقع بين قوسين رياء، لأنه أيضا قصد به محمدة الناس وثناء الناس. فحيث يقع ثناء الناس ومحمدتهم شهرة كان أو خمولا فهو رياء، لأن عامة من يقع في الرياء ماذا يريد؟ يريد ثناء الناس، يحب أن يظهر، يحب أن يسمع، يحب أن يتحدث عنه. طيب، وعادة الخمول والابتعاد عن الأضواء لا يحصل فيه هذا، ومع ذلك يقع فيه الرياء، فعدوه من مسالك الرياء الخفي. وربما ذكر أيضا بعضهم أن بعض أهل العلم إذا مر بمسألة يتحدث عنها أو بشخص يتكلم عنه يبدأ يظهر بعض العبارات التي تدل على تورعه، وهو في الحقيقة خلاف ذلك. فإذا ذكر اسم فلان قال فلان نحمد الله على العافية، نسأل الله العافية، وهو يعرض به بهذا الكلام وقصد به الإيقاع. فنقول هذا مبحث يستحق النظر والقراءة ليعالج المرء نيته ويحرص فيه على إخلاصه.